يا مرحبا بكم الدراري، مش عليكم بفيديو جديد. ما يقول فيديو باش دير معكم واحد لايك وسبسكرايب. واليوم غادي نوريكم كيفاش دير واحد التحدي ديال واحد اللاعب كيلعب واقيلا في توتنهام، عرفت مش ديالي. المهم دار واحد التحدي، دارو في الانستغرام، دار البوز بزاف في الانستغرام اللي هو هذا الاكشري. دابا عارفو التحدي هذا كما تشوفوا في الاول جاتنا صعيب. المهم ولفتها مابقاش كنديرها. المهم دار واحد تشالنج ثاني ديالو في الانستغرام، لاح واحد التصويره. المهم طلع لكم التصويره دابا تشوفوها ديال التشالنج الثاني. المهم تجيكم صعيبه ما تقدروش ديروها، نتحداكم ديروها والله ما تقدروا ديروها. المهم انا التشالنج الثاني غادي نوريكم كيفاش ديروه. تنكملوا هذا الفيديو هذا ونوريكم كيفاش ديروه. نيمار هنايا، نيمار دار واحد الطريقه زوينه. هذا هو مول تشالنج الدراري، ديري لي. المهم هو مول تشالنج. صاحبو ما عرفش يدير هذا برتل. لينكار ما عرفش يديروا. شناطي ايزي ايزي. هذا النار صدر. المهم دابا نوريكم تشالنج صعيب اللي تشاهد مقدر يديرو واخا يكون سميتو مارك زيربك. المهم كما كتشوفوا هي هذه التصويره اللي قلت لكم في الاول، قلت لكم في الاول شوفوا التشالنج، شوف بزاف ولا لا. ها يا الدراري ايزي. ها نشوف. المهم انا نعلمكم كيفاش ديروا هاد التشالنج. تشدوا سبعكم بحال هكا وديروا لهذا بحال هكا، هذا بحال هكا، ديروا بحال هكا ايزي. ها نشوف تزربوا على بنادم طق بحال هكا زربة. هادي نسيت كان ندير ليها هكا وزربو على بنادم بهادي بحال هكا عاوتاني. المهم تشالنج ساهل بزاف كيما قلت لكم، ولكن اول مرة مانيش بغيت ديرها تجيك صعيبة. المهم هادشي اللي كاين في الفيديو ديال اليوم. منساش تبارطاجيو الفيديو باش بنادم يعرف كيفاش يدير هاد الطريقة هادي ولا هاد التشالنج. هادشي اللي كاين في الفيديو، باش ديرو معاكم واحد لايك وسبسكرايب. بيس.